ان الاحكام القضائيه اللي صادره بحقوق مواطنين اهدرت، واصدرت هذه الاحكام لاعاده حقوقها، هذه الحقوق لاصحابها، ولم تجد سبيلا للتنفيذ. وانا بأكرر، هذه ستكون امانه في عنق رئيس الدوله ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وغيره من السادة الوزراء، بس أنا بقول دول على وجه الخصوص، لأنها الثلاث أشخاص دول هم أصحاب الأماكن السيادية الرئيسية التي تستطيع بأمر أن تنفذ هذه الأحكام لتعيد الحقوق لأصحابها. وده ليه ركزت على الجزء؟ لأنه نص القانون اللي جه الحقيقة لجنة الخمسين، لجنة الخبرة استجابت لوجهات النظر اللي هي ايه، انه يتم رفع الجنح المباشره في عدم تنفيذ الاحكام دون النيابه العامه، يعني النيابه العامه تحرك الدعوه المباشره مباشره. في اشكاليه في الاحكام اللي صادره للمواطنين سواء باراضي، باعاده اراضيهم او حقوقهم او تعويضات ضد الدوله، ولم تنفذ حتى الان. بلغ عدد الاحكام التي لم تنفذ الاف، وفيه عايز اقول لك ان في احكام منها زادت عن الاربعين سنة ولم تنفذ حتى الان. طيب. وهذه الجزئية بصفة متخصص في هذا الشأن بقول اذا اتعملت قبل مساعدات لاي حد، اللي دول مطلوبش مساعدة، ده بيطلبوا حقوقهم اللي موجودة لدى الدولة. طب لو عملوها بقى الملحوظ الباحث كمان العهود السابقة انه القضايا اللي فيها المواطن طرف ضد الدولة او الحكومة اللي فيها حكم، وحتى اللي لسه فيها لا حكم تاخد وقت طويل. لا لا لا، هو خد حكم والحكم طلع، احترم الحكم، لان المواطن مش عند ما تكلفهوش عنت يرفع جنحة مباشرة قد لا يحصل. لو خد حكم ضد واحد من السلطات العامة في الدولة دول هينفذوا ازاي؟ لو احترمنا الاحكام قيمة الحقوق التي وضعت في الدستور ستجد لها مكانا في التطبيق. وإن لم نحترم الأحكام التي تصدر بإعطاء هذه الحقوق لأصحابها، فنحن نكون قد وضعنا نصوصا لا تجد مجالا للتطبيق. هذا يرفع هيبة الدولة، هيبة القانون، هيبة الجميع، القضاء، احترام المواطن المصري. الدستور قال إيه؟ قال اللي يستولى على أملاكه ملكية الخاصة تنزع ملكيته مقابل تعويض مقدما، يعني قبل ما تستولي على بيته، مش يستنى ما يروح يرفع قضية، خد بالك، قبل ما تستولي على بيته اديله. طب انت عندك ناس مستولى على اراضيها وعلى بيوتها واخدين احكام وتعويضات ولم تنفذ. ارجو ان يرى 2000 افتاء الشعب المصري على الدستور. طيب. وموافقة السلطات العامة على منح الناس حقوقها. امنيتك في جملة بقى في عام 2014 دكتور حمدي عشان الوقت خلص. امنيتي ان يتم الاستفتاء في سلام وامن، وان ينتهي الشعب المصري من اجتياز هذه الخطوة الهامة الاساسية المصيرية دون أن يحدث أن تحدث خسائر كما يخشى. يعني إن شاء الله ما يحصلش، ويبقى عندنا تطبيق دولة القانون، لأنه دولة القانون والعدل هي الدولة الباقية وهي الدولة القوية اللي احنا بنتمناها جميعا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور حمد عبد الرحمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق، شكرا جزيلا. كما أشكر سيادتك. كنت عايز أقول حاجة دكتور، عايز أقول لك أنه الاستفتاء إن شاء الله آمن، وأنه الفترة المستقبلية ما مضى على مصر كان الأشد والأكثر خطورة، وما تبقى إن شاء الله سيكون الأيسر، وستكون انطلاقة مصر في 2014 بشكل يعني يبهج العالم كله. مصر نعم، وقواته المسلحة وشرطته، وحتى النخبة بدأت تنصاع لرأي الشارع المصري، ودي أميز ما أنتجه مشكلة الدستور المصري. أشكرك شكرا جزيلا. عفو. المستشار الدكتور ثروت محجوب الفقيه القانوني، شكرا جزيلا، وحتى نلتقي بحضراتكم في الحلقة الثانية من قضايا تشريعية في عام 2014. لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.